احيانا الانسان يكون يمشي مع صديقه وياكل ياكلان يعني من صحن واحد وتلقاه يخطط له ويحفر له يعني. حتى الجزائري نتكلم لك الجزائري اصبح لا يؤتمن، وانا واحد منهم، لا يؤتمن اي انسان ما عدا الوالدين او الاقارب المقربين. حتى وراه صديقك يعني راحت الصداقه يعني القديمه، يعني لما كان الصديق يعني يدافع عن صديقه يعني كانه ولدته امه. وهذا اللي كان يقصد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصديق هو الذي يعني لم تلده امك، يعني يدافع عليك في الغيب وفي الحضور وفي كل شيء. لكن مع هذا لا يمكن ان نقول ان رحمه الله يعني انتهت. ما زال الاصدقاء يعني اللي نقصدهم موجودين، ولكن قله قليله. نفرقوا بين في الجزائر عندهم خلط بين الزميل والصديق، الزميل والصديق، الصديق الزميل ليس صديق، الزميل هو الزميل مكان العمل، يعمل معك في مكان واحد فقط. الان نعطيك مثال، مثلا في المؤسسات او في كل مؤسسات الدوله الان اصبح اي واحد ما يامنش الاخر، يضحك يقصر كذا يذا كذا، ولكن كل واحد يعس في قوم الاخر بدون ان يصرحها. علاه جات هذه الاشكاليه؟ هذه جات لان كل انسان وقعت له مشكله، واحيانا توقع لك مشكله من اقرب المقربين. الان يولي الانسان يخاف من كله. لكن الصداقه يعني موجودين، وكل انسان وظهر، واحيانا الانسان يطيح في اصدقاء يعني رغم قلتهم. والانسان لازم يتحلى بالايمان، ومهما يعني انتشرت هذه الظاهره السيئه بين الاصدقاء يعني لابد ان نجسد معنى الصداقه. مهما كان الانسان صديق، على الاقل اذا كان الانسان لم يستطع ان ينفع الاخر يعني يكف شره، واذا ما قدرتش تدير فيه الخير شد الشر تاعك. والصداقه الحقيقيه موجوده ما دام الاسلام موجود والقران موجود والسنه النبويه موجود والاحاديث والدعاة والعلماء، مهما كان يعني سنفعلها باذن الله بقدر ما نستطيع.